أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعان، فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم، وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، ثم أتموا الصيام إلى الليل، ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، تلك حدود الله فلا تقربوها، كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أشرف الأنبياء والمرسلين وخيرة الله من الخلق أجمعين وعلى آله وصحبه ومن سار على سبيله ونهجه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول الله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان هذه الآية الكريمة ليس لها صلة بأحكام الصيام، وذكرها الله جل جلاله في ثنايا أحكام الصيام. قال بعض العلماء: لكي ينبه سبحانه وتعالى على الصلة بين الصيام وإجابة الدعاء، ولذلك جاء في الحديث في السنن في ذكر الثلاث الدعوات المستجابات، ومنها دعوة الصائم، فقالوا إن هناك صلة بين الصيام وإجابة الدعاء، فذكر الله سبحانه وتعالى في ثنايا أحكام الصيام هذه الآية الكريمة التي تدل دلالة واضحة على عظيم فضله وكرمه ولطفه بخلقه جل جلاله وتقدست أسماؤه. وهذه الآية الكريمة للعلماء رحمهم الله فيها قولان. قال بعض العلماء إن لها سبب نزول، وقال بعضهم إنه ليس لها سبب نزول. فأما الذين قالوا إن لها سبب نزول اختلفوا في ذلك على 4 أقوال. فقال بعض العلماء إن سبب نزولها ما رواه الصلب بن حكيم عن معاوية ابن حكيم بن معاوية بن حيدة عن أبيه عن جده أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أربنا قريب فنناجيه أم بعيد فنناديه؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وهذا الحديث متكلم في إسناده، لأن الصلب تكلم فيه ورواية الحديث ضعيفة بسببه، وشكك بعض العلماء كالحافظ ابن حجر وغيره رحمة الله على الجميع في نسبة الصلب ابن حكيم لحكيم بن معاوية، وأنه حفيد للصحابي الجليل معاوية بن حيدة الذي ينسب له هذا الحديث. وأما السبب الثاني فعن الحسن البصري رحمه الله أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أين الله؟ فأنزل الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وهذا مروي عن الحسن بسند حسن عند عبد الرزاق في المصنف، ومن طريقه روى الإمام ابن جرير الطبري، لكن هذا السبب وإن كان صحيحا إلى الحسن لكنه مرسل ولا يكون حجة، فليس بموقوف ولا مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. القول الثالث عن عطاء والسدي رحمهم الله أن رجالا سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: يا رسول الله، أي ساعة ندعو فيها ربنا؟ فأنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية الكريمة، وهذا لم يصح فيه شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك السبب الرابع، وهو عن مقاتل بن حيان رحمه الله، حيث قال إن سبب نزول هذه الآية الكريمة قصة توبة الله عن الذين كانوا يختانون أنفسهم، وذلك حينما كان الصيام بالليل على الصفة التي سنذكرها إن شاء الله تعالى في الآية التي تلي هذه الآية. والقول الثاني في مسألة سبب النزول أنه لم يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الآية الكريمة سبب نزول، وبناء على ذلك لم يذكر طائفة من العلماء سبب نزول لهذه الآية الكريمة عند تفسيرهم لهذه الآية، وهذا القول هو أقوى الأقوال في نظري والعلم عند الله. فأنزل الله عز وجل هذه الآية الكريمة دليلا على كرمه ودلالة على فضله وجوده وإحسانه وإنعامه ولطفه بخلقه، أنه يسمع الداعي إذا دعاه ويجيب دعوته ويحقق رجاءه، وهذا كله بفضله سبحانه وتعالى. يقول الله جل وعلا: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. السؤال هو الطلب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فيه إثبات صفة القرب لله سبحانه وتعالى، وهذه الصفة وردت في أكثر من آية، فقال الله سبحانه وتعالى عن نفسه: إنه سميع قريب، وقال في سورة هود: إن ربي قريب مجيب. فهذه الصفة ثبتت لله سبحانه وتعالى في كتابه أنه قريب، وبين سبحانه وتعالى كماله في القرب وأنه لا تخفى عليه خافية، فهو مستو على عرشه بائن من خلقه لا تخفى عليه خافية. فقال سبحانه وتعالى: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فبين سبحانه وتعالى تمام هذه الصفة وكمالها. وكذلك في قوله سبحانه وتعالى: أجيب دعوة الداعي إذا دعان. الإجابة للدعاء من الله سبحانه وتعالى تكرما وتفضلا، وقد أثبت الله سبحانه وتعالى لنفسه أنه مجيب، يجيب الدعاء ويكشف الضر والبلاء، وليس أحد سواه يقدر على ذلك. فاستجاب سبحانه وتعالى لخلقه، وبين أن هذه صفة له سبحانه ليس له شريك فيها، فقال سبحانه وتعالى: إنه سميع قريب. وقال سبحانه وتعالى عن نبيه نوح: فاستجبنا له وقال عن نبيه أيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. وناداه ذو النون وهو في الظلمات الثلاث فقال سبحانه وتعالى فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وكذلك ناداه زكريا وسأله الذرية فقال سبحانه وتعالى فاستجبنا له. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يجيب الدعاء ويحقق الرجاء ويكشف الضر والبلاء سبحانه لا إله إلا هو، وبين اختصاصه بذلك فليس له شريك وليس له معين سبحانه وتعالى. فقال جل جلاله أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. فهو سبحانه وتعالى اختص بهذا أي إجابة الدعاء، والدعاء له وليس لغيره فيما لا يقدر له إلا هو سبحانه وتعالى، فهذا هو حقه الذي لا يشاركه في غيره. والعبد إذا حقق ذلك حقق توحيد المسألة وتوحيد العبودية، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم يوصي حبر الأمة وترجمان القرآن والوصية للأمة كلها إذا سألت فاسأل الله. فالله سبحانه وتعالى هو الذي يجيب الدعاء وليس أحد سواه، ولذلك هذه الاستجابة للدعاء تتحقق إذا وجدت أسبابها وانتفت موانعها. فالله جل جلاله لا يرفع عبد كفيه له ولا يضرع بالدعاء له إلا أعطاه مسألته وحقق له حاجته، وهذا ما ورد في النص بالنص في قوله سبحانه وآتاكم من كل ما سألتموه. فالله جل جلاله كريم لا يرد من سأله. فهذه الاستجابة إذا وجدت أسبابها وتحققت فإن الإجابة أسرع ما تكون للعبد، ولربما رفع العبد كفه إلى الله أو دعا فيما بينه وبين الله وصدق في دعائه وتحققت أسباب الإجابة للدعاء فلم يضع كفيه إلا فرج همه وكشف غمه وتحققت مسألته، لأنه ينادي ملك الملوك وإله الأولين والآخرين وينادي من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه، وينادي من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. وأعظم الأسباب وأجلها مما تتحقق به إجابة الدعاء توحيد الله والإخلاص له عند الدعاء، أن يدعوه العبد بقلب موقن بقلب مخلص، فإذا توجه إلى الله بقلبه وقالبه استجاب الله دعاءه وكشف ضره وبلاءه. ولذلك لما أخلص المشركون في دعائهم استجاب الله لهم، فكيف إذا دعاه من يوحده، وكيف إذا دعاه الراكع الساجد بين يديه الذي يرجو رحمته ويخشى عذابه. فهذا السبب هو أعظم الأسباب، ولذلك ما من عبد يسأل الله من قلبه موقناً بربه إلا استجاب الله دعاءه وحقق رجاءه، والله لا يعجزه ذلك. ولذلك أهم ما ينبغي للداعي إذا سأل الله جل جلاله أن يستشعر عظمة الله وأن يستشعر قدرة الله. فذو النون في ظلمات ثلاث ظلمة البحر وظلمة البطن، بطن الحوت، وظلمة البحر وظلمة الليل كما يقول بعض العلماء. ومع ذلك لم ييأس من رحمة الله، ولم يقنط، لم ييأس من روح الله، ولم يقنط من رحمة الله. وناداه رباه بالتوحيد الخالص، ألا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجاب الله دعاءه وحقق الله رجاءه. فاليقين والإخلاص مفتاح الفرج ومفتاح الإجابة للدعاء وتحقيق الرجاء. نسأل الله بعزته وجلاله أن يرزقنا قلوبا مخلصة لوجهه، وترجو ما عنده وتسأله باليقين الذي لا يرد معه دعاء. ولذلك ورد في الخبر أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن ندعوه ونحن موقنون بالإجابة، فما من عبد يحقق هذا الأصل إلا استجاب الله دعاءه. ومن الأمور ومن الأسباب التي جعلها الله معينة أو محققة لإجابة الدعاء أن يبتدئ العبد في دعائه بالثناء على الله جل جلاله، وأن يقدس الله وينزهه. ولذلك قال ذو النون لما نادى ربه سبحانك إني كنت من الظالمين، فنزه الله وقدس الله سبحانه وتعالى. ولذلك ذكر العلماء أنه يستحب للداعي أن يذكر أسماء الله وصفاته أثناء الدعاء، وأن من أفضل ما يكون في الدعاء أن يختار صفة مناسبة لما يدعو به. ولذلك وقد أشار الله إلى ذلك بقوله وارزقنا وأنت خير الرازقين. وقال عن نبيه سليمان رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي إنك أنت الوهاب، فتقول هب لي يا وهاب وارزقني يا رزاق، وأنت تستشعر من هو الوهاب الذي إذا فتح أبوابه بالرحمة وبالهبة لا يستطيع أحد كائنا من كان أن يغلقها. فالله سبحانه وتعالى إذا فتح أبواب الرحمة لا يستطيع أحد أن يغلقها، وإذا أرسل الرحمة لم يستطع أحد أن يمسكها، ونسأل الله العظيم من فضله. وكذلك مما يدخل في هذا أن يمجد الله وأن يذكر الله بصفة الربوبية. ولذلك كثير من أدعية القرآن والسنة استفتحت بقول الداعي ربنا آتنا في الدنيا حسنة. فهذه الدعوة التي كانت أكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك لما سئل الإمام مالك بن أنس رحمه الله أيقول الداعي يا سيدي ويا مولاي؟ قال يقول ما قال الله ربنا، فإذا قال ربنا أياما ربيتنا بالنعم. فالله ربى خلقه بالنعم وتفضل عليهم بالإحسان والجود والكرم. فاستفتاح الدعاء بأسماء الله وصفاته، وختمه بأسمائه وصفاته، سبب من أسباب إجابة الدعاء. قال بعض العلماء إن استفتاح الدعاء بالثناء على الله عز وجل، لأن الثناء على الله وذكر الله تفتح له أبواب السماء، فإذا اشتمل عليه الدعاء كان سببا في صعود الدعاء، وكذلك في تحقيق الرجاء. فالثناء على الله بما هو أهله سبب في إجابة الدعاء. ومما يدخل في هذا الأصل من توحيد الله واليقين به والثناء عليه أن العبد إذا استشعر عند الدعاء أن الله لا يعجزه شيء، فإنه قد فتح على نفسه باب الرحمة. ومن هنا يحرص الشيطان كل الحرص عن المكروب إذا دعا ربه أن يعظم في عينه الكرب الذي هو فيه. وإذا ناجى ربه في الهم والغم والشدة يقول له: كيف تذهب هذه الشدة؟ وكيف تزول هذه المحنة؟ وعندها يضعف اليقين، ويضعف الإيمان، ويضعف صدق رجاء العبد فيما عند الله، نسأل الله السلامة والعافية. لكن إذا دعا وهو موقن أن الله لا يعجزه شيء، وأن الله قد قادر على كل شيء، فإن الله أقرب إليه من حبل الوريد، وإن الله يجيب دعاءه ويحقق رجاءه إذا شاء سبحانه وتعالى. ومن أسباب إجابة الدعاء أن يكون الداعي طيب المكسب والمأكل، فإذا طاب مطعم الإنسان استجيبت دعوته. قال: يا رسول الله، أدعو الله أن أكون مستجاب الدعوة. قال: أطب مطعمك تستجب دعوتك. فإذا طاب الكسب وطاب المأكل وطاب المشرب فإن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. فهذا من أعظم الأسباب التي تستجاب بها الدعوة، أن يكون الإنسان طيب المكسب. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل أشعث أغبر يطيل السفر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه بالحرام ومشربه بالحرام وغذي بالحرام. يقول صلى الله عليه وسلم: فأنى يستجاب لذلك؟ قال بعض العلماء: إن قوله فأنى يستجاب لذلك استبعاد لإجابة دعوة من لم يطب مطعمه. ولذلك ينبغي للمسلم إذا أراد أن يستجيب الله دعاءه وأن يقبل الله عبادته أن يكون طيب المكسب، وأن يتحرى الحلال، وأن يتقي المكسب الخبيث، فلا يظلم نفسه ولا يظلم إخوانه المسلمين، فلا يأكل أموال اليتامى، ولا يأكل الربا، ولا يأكل المال الحرام، ولا يقبله، ولا يدخله طعمة له أو لأهله أو لولده. ومن استعفى عن الحرام وإن كف عن الحرام عوضه الله خيرا مما ترك. فينبغي لمن يريد تحقيق إجابة الدعاء أن يحرص كل الحرص على أن يكون مكسبه ومطعمه طيبا، حتى يكون ذلك بإذن الله سببا في إجابة دعوته وتحقيق رجائه. كذلك أيضا مما يكون سببا في تحقيق إجابة الدعاء أن تكون الدعوة في زمان دلت النصوص على فضله وفضل الدعاء فيه. فالأزمنة التي خصها الله سبحانه وتعالى بأنها تستجاب فيها الدعوات يحرص المسلم عليها، ومن ذلك الدعاء آخر الليل، خاصة في الثلث الآخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه في حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أنه قال: ينزل ربنا كل ليلة في الثلث الآخر إلى السماء الدنيا ويقول: هل من داع فأستجيب دعاءه، هل من مستغفر فأغفر له. فهذا الوقت من الأوقات التي ترجى فيها الإجابة. كذلك بين الأذان والإقامة، فبين الأذان والإقامة أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه زمان يستجاب فيه الدعاء ووقت يتحقق فيه الرجاء. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد. فإذا كان هذا الوقت حرص المسلم على سؤال الله من فضله واجتهد في ذلك. كذلك أيضا بعد زوال الشمس بمجرد أن تزول الشمس فإنه تفتح أبواب السماء، ولذلك أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الساعة أنها ساعة تفتح فيها أبواب السماء. قال بعض العلماء فيستحب فيها الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى فيها وذكر هذا الحديث، ويستحب فيها الدعاء. كذلك أيضا من الأوقات التي تكون سببا في إجابة الدعاء أدبار الصلوات المكتوبات، فهذا الوقت ترجى فيه الإجابة، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما سئل أي الدعاء أسمع قال جوف الليل الآخر وأدبار الصلوات المكتوبات. فهذا الوقت يحرص الإنسان على الاجتهاد فيه في الدعاء وسؤال الله فيه من فضله. كذلك أيضا من الأوقات عشية عرفة وهو وقت خاص، ومن الأوقات وكذلك من الأوقات ما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بين الظهر والعصر يوم الأربعاء، حيث دعا عليه الصلاة والسلام على الأحزاب فاستجيبت دعوته. فهذه كلها أسباب، إما من الشخص كالإخلاص واليقين، وإما من الزمان. وقد تكون الأسباب بالعبادة، فإن العبادة طريق لإجابة الدعاء، ومن ذلك السجود فإنه سبب في إجابة الدعاء. قال صلى الله عليه وسلم إني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا، أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه في الدعاء فقمن أن يستجاب لكم، أي حري أن يستجاب لكم. وقال صلى الله عليه وسلم أقرب ما يكون العبد من ربه إذا كان ساجدا. قال بعض العلماء إن السجود مقام عظيم لإجابة الدعاء، والدليل على ذلك أن الله فرج أعظم الكروب على خلقه يوم القيامة، وهم وقوف في عرصات يوم القيامة، فيأذن الله لنبيه عليه الصلاة والسلام بالشفاعة فيسجد عليه الصلاة والسلام تحت العرش، فيثني على الله بمحامد يلهمه إياها ساعة إذ، ثم يقول الله يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. فالسجود من أعظم الأسباب التي تقرب العبد إلى ربه، ويكون فيه قريبا من الله جل جلاله، وحينئذ يشرع له أن يجتهد في الدعاء ما استطاع إلى ذلك سبيلا. وينبغي لمن يدعو ربه لكي تتحقق الإجابة التي وعد الله بها في هذه الآية الكريمة أن يجتنب ما يحول بينه وبين الإجابة، وأعظم ذلك والعياذ بالله القنوط من رحمة الله واليأس من روح الله. فإذا استعجل العبد وقال دعوت ولم يستجب لي فإنه لا يستجيب الله دعاءه، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم يستجاب لأحدكم ما لم يعجل، يقول دعوت ولم يستجب لي. ومن هنا ذكر العلماء رحمهم الله أن العبد إذا استعجل انصرف عن ربه والعياذ بالله، فهو يقول دعوت دعوت، وهذا نوع من الإعراض عن الله والشك في قدرة الله عز وجل في إجابة دعائه. كذلك أيضا مما يحول بين العبد وبين إجابة الدعاء أن يكون الدعاء مشتملا على الإثم وقطيعة الرحم، فالدعاء بالإثم فيه عدوان، قد يشتمل على العدوان، ولذلك مقت النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وأخبر أنه في آخر الزمان يأتي أقوام يعتدون في الطهور وفي الدعاء، ولذلك نبه العلماء والأئمة على أنه ينبغي للداعي ألا يعتدي في دعائه، ومن الاعتداء أذية المسلمين والدعاء عليهم بالسوء واللعن والشتم، فكثرة اللعن تحرم العبد من الشفاعة يوم القيامة. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: إن اللعانين لا يكونون شفعاء ولا شهداء يوم القيامة، لا يشفعون ولا يشهدون. ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الدعاء على الأولاد، كما في السنن أنه قال: لا تدعوا على أولادكم، لا توافقوا بابا مفتوحا في السماء فيستجاب لكم. فيحذر المسلم من الدعوة المشتملة على الأذية والإضرار بأهله كأولاده وزوجه، وكذلك أيضا أن يكون معتديا في الدعاء ولو كان مظلوما، فيدعو على من ظلمه دعاء بأكثر من مظلمته، ومن هنا يكون معتديا في دعائه، فعليه أن يدعو بما هو أصلح وما هو أخير له. فمن ظلم ودعا لظالمه أن الله يهديه وأن الله يصلحه فإن أجره عند الله عظيم، وهذا مقام لا يوفق له إلا الصالحون، جعلنا الله وإياكم منهم بمنه وكرمه ورحمته وهو أرحم الراحمين. وهنا أمور ينبه عليها ويحتاج إليها في مسألة الدعاء. كثيرا ما يسأل المسلم كيف يدعو ربه، والجواب أن أفضل وأكمل ما يكون الدعاء إذا كان بالوارد، فإن الأدعية الواردة في الكتاب والسنة فيها جوامع الكلم، وفيها الخير الكثير لمصالح الدين والدنيا والآخرة. ومن دعا بدعاء القرآن أو دعا بدعاء السنة فإنه يكون له فضلان: الفضل الأول أنه اتبع كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد وعد الله من اتبع نبيه بالاهتداء، فقال سبحانه وتعالى: واتبعوه لعلكم تهتدون. فمن دعا بالدعاء الوارد في الكتاب والسنة فإنه يهدى، وكذلك أيضا يؤجر بسبب الاتباع للوارد. وفي الوارد الخير الكثير والبركة العظيمة، ولذلك إذا تأملت دعاء النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان أكثر دعائه، كما في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه في الصحيح: ربنا آتنا في الدنيا حسنة، وجدته جامعا لخير الدين والدنيا والآخرة. ومن اتبع الوارد فإنه موفق في دعائه. لكن إذا أراد الإنسان أن يعلم حقيقة الدعاء، فالدعاء يقوم على أمرين: الأمر الأول سؤال الله ما فيه الخير، والأمر الثاني الاستعاذة به مما فيه شر وضر. ومن هنا قال العلماء: الدعاء إما أن يحقق المصلحة أو يدرأ المفسدة. فإذا دعوت الله سبحانه وتعالى فالمصالح والمفاسد تنقسم إلى قسمين: إما أن تكون دينية، وإما أن تكون متعلقة بالدنيا. فإذا كانت دينية فإنها هي أعظم المصالح وأجلها، وإذا وفق الإنسان في دعائه فجعل الدين أكبر همه ومبلغ علمه وغاية رغبته وغاية سؤله فقد أفلح وأنجح، وجاءته الدنيا ذليلة. وإذا صلح الدين صلحت الدنيا، بل إذا صلح الدين أصلح الله للعبد دينه ودنياه وآخرته. اللهم ارزقنا ذلك بمنك وكرمك ورحمتك وأنت أرحم الراحمين. الدين هو أساس كل خير، ومصالح الدين هي أعظم المصالح، ومقاصد الدين هي أعظم المقاصد. فالعبد الموفق يجعل الدين أكبر همه ومبلغ علمه وغاية رغبته وسؤله، لأنه يعلم أن في ذلك الخير العظيم له في أول أمره وأوسطه وآخره. ولذلك جمع الله الخير كله في الدين. ومن هنا من كان يريد حرث الآخرة زاد الله له في حرثه، وحرث الآخرة لا يكون ولن يكون إلا بالدين. الدين تسأل الله عز وجل صلاح دينك، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح في الدعوات الأربع الجامعة لخير الدين والدنيا والآخرة: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. لأنه لا يصلح الدين إلا الله، والدين لا يصلح بالحول ولا بالقوة ولا بالحسب ولا بالنسب، ولكن الله وحده الذي يهدي ولا هادي سواه، والله وحده الذي يقلب القلوب ولا يقلبها أحد عداه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم وهو ساجد بين يدي ربه في جوف الليل، تقول أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها أنها افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم في الليل، فجالت يدها فوقعت على قدمه وهو ساجد يقول: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فيسأل العبد دائما ربه أن يصلح له دينه، ويأتسي بالنبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جاء في مضان الإجابة قال: اللهم أصلح لي ديني، اللهم أصلح لي ديني، اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. إذا صلح دينك فقد قفلت على نفسك أبواب الشرور كلها، عصمة من الله جل جلاله يحفظك بها من البلايا والشرور والرزايا في نفسك وأهلك ومالك وولدك وفي جميع أمرك، عصمة أمرك. ولذلك يسأل العبد ربه هذه المسألة العظيمة ويدمن سؤاله: اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري. ومن هذه المسألة أن ينظر العبد في حاله فيما مضى وفيما حضر وفيما سيأتي. فأنت في أمر دينك عندك ماض لا تدري هل غفره الله لك أو لم يغفر، وعندك حاضر لا تدري كيف حالك فيه، وعندك مستقبل لا تدري كيف أنت قادم على ربك به. ومن هنا ثلاثة أمور، فتسأل الله عز وجل أن يغفر لك ما سلف وكان، وتكثر من الاستغفار من الذنوب التي مضت وخلت. فالمؤمن بين مخافتين: بين ماض قد مضى لا يدري هل غفر الله له فيه أو لم يغفر، وبين آجل لا يدري كيف يقدم به على ربه. فيسأل الله عز وجل فيما مضى العفو والمغفرة. ثم إذا سألت الله العفو والمغفرة فاعلم أن الماضي يضيع العبد فيه الحق، إما لله وإما لعباد الله. فيسأل الله أن يغفر له ما ضيع من حقوق الصلاة والزكاة والصوم والحج وسائر الطاعات، ويسأل الله جل جلاله أن يكمل نقصه في الطاعات، وأن يكمل نقصه فيما مضى من أمر دينه، وأن يسأل الله أن يغفر له الرياء والسمعة والكذب فيما بينه وبين الله، وأن يسأل الله سبحانه وتعالى أن يتجاوز عنه في حقه. وأما حقوق العباد فيسأل الله جل جلاله أن يغفرها له، وأن يعينه على ردها، وما كان عاجزا عنه فيسأل الله سبحانه وتعالى أن يعينه على الخلاص من حقها يوم لقائه. فهذه الحقوق والمظالم التي مضت يضرع العبد فيها إلى ربه، وكلما حرص الإنسان على ذكر ماضيه بالتوبة والاستغفار والانكسار لله جل جلاله. التوبة ليست عن المعصية فقط، ولكن هناك حقوق وواجبات. ولو وقف العبد بين يدي الله فحاسبه عن أي حق من حقوقه حسابا عسيرا هلك. والله لو وقفنا بين يدي الله فحاسبنا عن عبادة الوضوء وحدها لكنا من الهالكين، لأن الله إذا سأل وحاسب وكان حسابه عسيرا هلك العبد. قال صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذب. من نوقش الحساب عذب. فتستحضر كل صغيرة وكبيرة من حق الله، وتستحضر كل صغيرة وكبيرة من حقوق عباد الله، وتسأل الله أن يعفو عنك وأن يغفر لك وأن يتجاوز عنك. كذلك أيضا فيما أنت فيه تسأل الله سبحانه الثبات، الهداية للحق، ثم تسأله الثبات على الحق، أن يعينك على أول شيء أن يهديك للحق، وثانيا أن يعينك على فعل هذا الحق والعمل به، وثالثا أن يثبتك عليه وأن يتقبله منك. فهذه أمور مهمة في سؤال الله عز وجل. فإذا كنت ترجو من الله خيرا في أمر دينك كأن تسأله العلم، فتسأله العلم النافع، وتسأله أن يهديك إلى الصواب في العلم، وأن يهديك للحق فيما اختلفوا فيه، فإنه لا يهدي لذلك إلا هو سبحانه وتعالى. ثم إذا هداك إلى أي عبادة تسأله أن يرزقك أداءها والعمل بها. فكم من عالم بالعبادة حيل بينه وبين فعلها، وهذا من العلم الذي لا ينفع. أن تعلم أن قيام الليل فيه فضل فلا تقوم الليل، وأن تعلم أن قراءة القرآن والتسبيح والتحميد وذكر الله وغشيان حلق الذكر والجلوس فيها والتأثر بها أن هذا كله خير لك في دينك ودنياك، ويضيع ذلك عنك. فالعلم لا يكون نافعا إلا إذا عمل به الإنسان، فإذا عمل به الإنسان كان هذا من بركة والخير الذي يضعه الله في العلم. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أسألك علما نافعا. فنسأل الله العلم النافع، تسأله أن يهديك للصواب وأن يدلك عليه، وأن يعينك على فعله، وأن يرزقك الإخلاص في فعله، وأن يرزقك القبول والثبات حتى تلقاه على الحق. ولذلك كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما إذا حج واعتمر ووقف على الصفا وقف ودعا بدعاء طويل حتى قال نافع: كان يملنا ونحن شباب. وروى البيهقي بسند صحيح عنه أنه كان يقول: اللهم إنك قلت وقولك الحق، ادعوني أستجب لكم، وإنك لا تخلف الميعاد، اللهم كما هديتني للإسلام فلا تنزعه مني حتى ألقاك به. فسأل الله الثبات على الحق، سؤال الله الثبات على الهدى، سؤال الله الهداية للهدى والعمل به والثبات عليه والإخلاص فيه والقبول. نعمة عظيمة من الله سبحانه وتعالى. إذا وفق لا يعطيها الله جل وعلا إلا لخاصة عباده المتقين، جعلنا الله وإياكم منهم بمنه وكرمه ورحمته وهو أرحم الراحمين. كذلك أيضا كما أن الإنسان يسأل المصالح الدينية يستعيذ بالله من الشرور في دينه، وأعظم الشر الضلال، فيستعيذ بالله جل جلاله من الضلال. ولذلك الفتن يبتلى بها الناس فتضلهم عن صراط الله وتضلهم عن سبيل الله. ولذلك كان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم أنه استعاذ بالله من مضلات الفتن، فمضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن، فتن إذا ابتلي بها العبد والعياذ بالله ضل وغوى، نسأل الله السلامة والعافية. فتكثر من الاستعاذة بالله جل جلاله من مضلات الفتن، وتستعيذ بالله عز وجل من الفتن ما ظهر ومنها وما بطن، وتستعيذ بالله من شرور نفسك ومن سيئات عملك. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. أعظم ما يكون في دفع الشر عن العبد أن يستعيذ بالله، لأنه إذا استعاذ بالله أعاده، وأعظم الاستعاذة أن تستعيذ بالله من الله. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، وبعفوك من عقوبتك، وبك منك. فإذا استعاذ العبد بربه أعاذه، وإذا استجار به أجاره. فتسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظك من شرور الدين التي أعظمها الفتن، وتسأله سبحانه أن يعصمك بعصمته، وأن يثبتك بثباته. وإذا ثبت الله العبد رزقه الاعتصام بحبله والتمسك بدينه، فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. إذا استجاب الله لك هذا الدعاء وضرعت إلى الله أن يعيدك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، فلن تضرك فتنة ما دامت السماوات والأرض. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. ينام العبد وهو على صلاح واستقامة، ثم يصبح والعياذ بالله على قلب غير القلب الذي نام عليه. فنسأل الله أن يثبت قلوبنا على طاعته، وأن يصرفها في محبته ومرضاته. أعظم السؤال سؤال الدين، وأعظم الاستعاذة الاستعاذة من شرور الدين وفتن الفتن من الفتن ومن أصحاب الفتن وأهل الهوى والردى. يستعيذ بالله عز وجل من فتن المفتونين، ومن إضلال المضلين، ومن إرجاف المرجفين، ومن إبطال المبطلين. ويسأل الله أن يصرف كيدهم وشرهم عنه وعن المسلمين. ولا تحسب أن الله غافلا عن خلقه، ولا يظن العبد أن الله يعجزه شيء، فالله على كل شيء قدير، والله لا يعجزه شيء. والدعاء حبل متين وعصمة عظيمة للعبد. الدعاء خاصة في أمور الدين نجاة للعبد، وصلاح وخير له وبر. ولذلك لا يفتر العبد من سؤال الله والدعاء والالتجاء إلى الله وحده لا شريك له. كذلك أيضا ينبغي للعبد أن يسأل الله مصالح الدنيا، لأن مصالح الدنيا لا تتحقق إلا بالله. فمن تحقيق العبودية لله، ومن معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، أن تسأل الله أن يصلح لك دنياك. ولذلك صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوات الأربع الثابتة في الصحيح أنه قال: وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي. فالدنيا فيها شرور، وفيها مصائب، وفيها مصاعب، وفيها هموم وغموم، ولا يستطيع الإنسان أن يحصل مصالحها وأن يكفى شرورها وبلاءها إلا بالله وحده. ولذلك تسأل الله صلاح الدنيا، ويصلح الله للعبد الدنيا، فتأتيه صاغرة وتأتيه ذليلة، ويقسم له منها ما لا يكون سببا في غفلته عن ربه وشقائه. فكم من عبد سأل الدنيا فأعطيها ففتن فضاع عليه دينه، نسأل الله السلامة والعافية. وقارون لما أعجب بماله خسف الله به الأرض، فهو يتزلزل فيها إلى يوم القيامة. فالعبد يسأل الله صلاح دنياه. ولذلك أي مصلحة في الدنيا إذا أقبلت عليها وفي قلبك أنك لا تستطيع الحصول عليها إلا بالله، مع أنك قادر وتستطيع بإذن الله، لكن تبرأ من الحول والقوة وتسأل ربك أن يعينك عليها إلا تحققت ووصلت إليها بقدرة الله سبحانه وتعالى. فتسأل الله في مصالح الدنيا أن يعينك عليها وأن يجعلها على خير لك. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم، قال سبحانه وتعالى: منهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة. هذه الدعوة ربنا آتنا في الدنيا حسنة تشمل جميع مصالح الدنيا، فيجعلها الله لك حسنة. هي ليست الزوجة الصالحة كما فسرها بها بعض العلماء، هي نوع من الحسنة، الزوجة الصالحة والولد الصالح. كل مصالح الدنيا مندرجة تحت قولك ربنا آتنا في الدنيا حسنة، فيجعل الله لك مصالح الدنيا وعواقبها حسنة، فتكون حسنة لك في نفسك وحسنة لك في أهلك ومالك وولدك، فترى الخير الذي يسرك والخير الذي ليس فيه شر يضرك بإذن الله سبحانه وتعالى. تسأل الله أن يصلح لك دنياك، لأنه لا يصلح الدنيا غيره، بل لا يصلح الدنيا والآخرة وكل شيء أحد سواه. كذلك أيضا تستعيذ بالله من شرور الدنيا وفتنها وبلائها ومصائبها، فتستعيذ بالله، لأن هذا من تحقيق العبودية لله أن تستعيذ بالله من شرور الدنيا، فتعوذ بالله من فتنة المال والأهل والولد، ومن فتنة الصحة والعافية. فكم من صحيح ألهته صحته عن ربه، وكم من صحيح فتن في صحته، وكم من جميل سوي فتن في جماله، وكم من امرأة جميلة حسنة فتنت في جمالها. فتسأل الله الدنيا الحسنة التي لا شر فيها ولا ضر فيها، وتستعيذ بالله من شرورها وبلائها. ولذلك كان من الأربع الكلمات التي يستعاذ بها في دبر الصلوات أن تعوذ بالله من فتنة المحيا والممات، فتستعيذ بالله من فتنة المحيا، لأن الدنيا هذه فيها فتن وشرور، وهذه الدنيا صعبة ولا يسهلها إلا الله، وعسيرة ولا ييسرها إلا الله، وبعيدة ولا يقربها إلا الله. وكم من عبد اغتر بحوله وكان الأمر أقرب إليه من شراك نعله، فلما اغتر جعله الله بعيدا عليه فلم ينله حياته كلها. فالعبد إذا برئ من الحول والقوة في مصالح الدنيا وضرع إلى الله جل جلاله، فإن الله يسهلها عليه. وكذلك تستعيذ بالله من شرورها، فكم من ضاحك بمال أشقاه الله بذلك المال، وكم من مسرور بحال دنيا ساءته مسرته. فالأفراح قد تنتهي بالأتراح، ولذلك لا يعصم من شرور الدنيا إلا الله. ولو كشف للناس لطف الله بهم في هذه الدنيا لحارت العقول من عظمة الله ولطفه. يركب الإنسان سيارته ليحصل عليها مصلحة من مصالح الدنيا، فيمر بشرور وآفات وأضرار لا يعلمها إلا الله، وينجو منها وهو لا يدري. وكان الرجل يسافر في الزمن الماضي وينزل في الليل في البراري بين الحيات والعقارب وبين القاتل من السباع وغيرها، ومع ذلك يحفظه الله بحفظه ويكلأه الله بعنايته ورعايته. ولربما مرت الحية والطفل رضيع على الأرض لم تمسه بسوء، ولربما مرت الحية أمام الرجل القوي الشديد فأهلكته في مكانه. تمر على الرضيع، لكن الله لطف به وحفظه من شر هذا الداء والبلاء. ولذلك تستعيذ بالله وتجرأ إلى الله. ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لخبيب رضي الله عنه: قل. قال: ما أقول يا رسول الله؟ قال: قل قال: ما أقول يا رسول الله؟ قال: قل هو الله أحد والمعوذتين إذا أصبحت وأمسيت تكفيك من كل شيء. فيكثر الإنسان من الاستعاذة. هذه المعوذات إذا نظرت إليها وجدت أنها استعاذة بالله من شرور الدين والدنيا والآخرة. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق، بربك ماذا تركت؟ من شر ما خلق، ما بقي شيء غير الله جل جلاله اللي استعذت بالله من شره، من شر ما خلق. وإذا قلتها مؤمنا موقنا وأعاذك الله فإنك في عوذه وحفظه. من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب. يأتي الزمان عليك وأنت لا تدري ما الذي يغيب في هذا الزمان، وتنزل في المكان وأنت لا تدري ما الذي فيه لك من خير وشر. ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. فهذه الاستعاذة كلها من شرور الدين والدنيا. وكذلك أيضا في قوله: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر! فتنة القلب وفتنة الشيطان في الوسوسة أعظم الفتن. ولذلك قل أعوذ برب الفلق استعذت بالله عوذا واحدا. من ماذا؟ من شر ما خلق، ومن شر غاسق إذا وقب، ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر حاسد إذا حسد. فأنت في ضمان الله وكفايته في مصالح دينك ودنياك. لكن حينما جاء إلى وسوسة الصدر وفساد القلوب استعاذ بالله، فقال: قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس. كرر الاستعاذة بالله 3 مرات. وهذا يدل على أن فتن القلوب عظيمة، وأن شرورها أليمة، وأنه ينبغي للعبد أن يحذر من فتنة الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. كم من عبد كان صالحا فيما بينه وبين الله فأفسده الشيطان بوسوسته بإذن الله وقدرته. وكم من عبد كان سعيدا قرير العين في نفسه وأهله وماله وولده، فجاءه الحاسد والحاقد فاتخذه خليلا وصديقا فأفسده على أهله وماله وولده. فكم من بيوت هدمت، وكم من نساء طلقت، وكم من أرامل رملت بسبب الوسوسة من الشيطان من الإنس حينما يدخل بين الإنسان وبين أهله وماله وولده. فيستعيذ العبد من هذه الشرور كلها. فإذا وفق الله العبد في دعائه وسؤاله أن يسأل الله سبحانه وتعالى في أمر دينه ودنياه، التفت بعد ذلك وإن كان هو الأساس بعد الدين إلى آخرته. فأنت مقبل على آخرة شديدة أمورها، عظيمة أهوالها، لا ينجي منها إلا ربها. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. أنت مقبل على آخرة لا تدري إلى أين أنت صائر وإلى أين أنت منتهي. ولذلك ينبغي عليك دائما أن تضرع إلى الله جل جلاله أن يتولاك بلطفه ورحمته، وتبدأ آخرتك بسكرات موتك، فتسأل الله وتضرع إلى الله مخلصا من قلبك أن الله يحسن خاتمتك. واضرع إلى ربك وسيدك ومولاك أن يلطف بك إذا حضر أجلك ودنت ساعتك وخرجت من هذه الدنيا، فتسأل الله ميتة السعداء، وتسأل الله خاتمة السعداء، وتسأل الله ميتة الشهداء. فهذا كله تجعله في همك ولا تغفل عنه، لأن العبد تبدأ آخرته بقبض روحه، ثم تسأل الله بعد ذلك أن يلطف بك في منازل الآخرة، وأولها أن يلطف بك في قبرك. ولذلك كان من الدعاء المأثور أدبار الصلوات أن يستعيذ العبد بربه من عذاب القبر ومن فتنة القبر. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الاستعاذة بالله من عذاب القبر. وفي حديث البراء بن عازب رضي الله عنهما في قصة الأنصاري الذي خرج النبي صلى الله عليه وسلم في جنازته، فأرادوا أن يحفر له فجلسوا يحفرون له، فجلس النبي صلى الله عليه وسلم وحلق به أصحابه، فقال عليه الصلاة والسلام: تعوذوا بالله من عذاب القبر، تعوذوا بالله من عذاب القبر، تعوذوا بالله من عذاب القبر، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، اللهم إنا نعوذ بك من عذاب القبر، في ظلمة القبر لا أم هناك ولا أب ولا أخ ولا صديق ثم يؤنسني. إذا تذكر الإنسان حينما يضجع في لحده ويوسد في قبره رهينا بقوله وعمله، فإنه يضرع إلى الله أن يعيده من هول ذلك المكان وشدته وضغطته وما فيه من الفتن والمحن والبلايا، ويسأله أن يفسح له في قبره وأن ينور له فيه وأن يعيده من شرور نفسه وسيئات عمله. ثم يلتفت إلى آخرته وهو حين يبعث من قبره ويصير إلى ربه، فيسأل الله جل جلاله أن يلطف به في موقف العرض عليه وأن يلطف به في عرصات القيامة، فيسأل الله أن يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، حينما تدنو الشمس من الخلائق ويخرس كل ناطق ويصير الهول بين الناس ويضرعون إلى الله سبحانه وتعالى، فيسأل الله أن يظله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. اللهم أظلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك، اللهم أظلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك. ويسأل الله جل جلاله أن يهون عليه الآخرة وأن يعيده من بلائها وشرها، فيسأل الله أن يجعل حسابه يسيرا وأن يكفيه هم الحساب، ويكون طمعه في الله جل جلاله أعظم وأكمل، فيسأل الله أن يدخله الجنة بلا سبق حساب ولا عذاب. فنسأل الله بعزته وجلاله وعظمته وكماله أن يجعلنا ممن أوجب له الجنة بلا سبق حساب ولا عذاب ولا عتاب. إن ربي لسميع الدعاء، فتضرع إلى الله أن ينجيك من مشاهد الآخرة، تتصور وكأنك واقف في عرصات يوم القيامة حافيا عاريا، فتسأل الله أن يلطف بك، وتسأل الله أن يهون عليك ساعات الآخرة وساعات العرض عليه، وكذلك أيضا أن يرحم في موقف العرض عليه ذل مقامك وحسرتك وانقطاعك عن كل شيء إلا الله جل جلاله، فتسأله خالصا من قلبك أن يهون عليك الحساب وأن يلطف بك وأن يجعل حسابك يسيرا، وتسأله أن ينجيك من الصراط وزلته، وأن يسألك وتسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقك الجنة. وإذا سألت الله الجنة فاسأله الفردوس الأعلى منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بذلك، أننا إذا سألناه أن نسأله الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، اللهم أنت الله لا إله إلا أنت، أكرم من سئل وخير من رجي وأمل، لا حول لنا ولا قوة، نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، لا إله إلا أنت الحي القيوم، أن ترزقنا الفردوس الأعلى من الجنة. اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى من الجنة، ويمن كتابنا ويسر حسابنا، وارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا، اللهم ارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا، اللهم ارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا، اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا، اللهم ثبتنا على الحق حتى نلقاك، اللهم ارزقنا التمسك بالسنة عند فساد الأمة، اللهم ارزقنا علمها والعمل بها والدعوة إليها والتمسك بها حتى نلقاك غير مبدلين ولا مغيرين ولا خزايا ولا مفتونين. اللهم اهدنا بهداك وثبتنا على رضاك يا حي يا قيوم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وجزاكم بخير الجزاء وأجزله. فضيلة الشيخ، كيف يوفق طالب العلم أو يجمع بين مجاهدة نفسه بالعبادة وكثرة النوافل والأوراد والأذكار وبين مسيرته ومنهجيته في طلب العلم؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فهذا السؤال جوابه طويل ونختصره في أمور نسأل الله أن يعين عليها. أولا الدعاء، أن تدعو ربك مخلصا من قلبك، أن يعينك في طلبك العلم، وأن يعينك على الصلاح والتقوى وكثرة الطاعة والبر، وحينئذ تستطيع أن تجمع بينهما بتوفيق الله. فإذا حرصت على الدعاء وبرئت من الحول والقوة فإن الله يستجيب دعاءك كما ذكرنا. الأمر الثاني، من أهم ما ينبغي في تنظيم العبد لأمره أن يلتفت إلى الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا هو أكمل وأفضل من أن يشرح الإنسان لطالب العلم أمورا قد تصلح لي ولا تصلح لغيري. وكثيرا ما ذكر بعض الفضلاء طرقا في الجمع بين العلم والعبادة أو طرقا في طلب العلم، وقد تكون يسيرة لشخص عسيرة على غيره. فإذا نظر من يستمع إلى هذه الطرق أنه لا يستطيع تحصيلها يئس وقنط، ولذلك لا نستطيع أن نرسم طريقة معينة، لكن نقول احرص على اتباع السنة. مثلا العبادة تحرص على أن تكون في الأذكار واتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم، فأنت إذا أصبحت يومك وأنت محافظ على أذكار الصباح والمساء، صليت الفجر فبدأت بأذكار الصباح وحرصت على حفظها وأدائها تامة كاملة، فأشرقت وحرصت على أنك إذا صليت الفجر أن تصلي في جماعة وأن تجلس إلى طلوع الشمس، ثم تصلي ركعتين لتصيب الفضل الحجة والعمرة التامة الكاملة، ثم بعد ذلك تبدأ النهار بأربع ركعات. وفي الحديث القدسي: يا ابن آدم لا تعجزني بأربع ركعات في أول اليوم أكفك آخرة. جرب 4 ركعات لا تتركها حياتك في أول النهار، هذه 4 يكفيك الله بها الهم يومك كله. فإذا صليت تفرغت لمصالح الدنيا ونظرت إلى ما يتعلق بأمور معاشك، ثم إذا انتصف النهار وأردت أن تأخذ قيلولة لتستعين بها على قيام الليل فهذا حسن. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي إلى أم سليم ويقيل عندها الضحى، وقال أنس بن مالك كما في الصحيح: ما كنا نقيل ولا نتغدى يوم الجمعة إلا بعد الصلاة. هذه القيلولة تعين على قيام الليل. ثم بعد ذلك تصلي الظهر وتطعم تتغدى، ثم تجعل لك وقتا يصلح سواء للمذاكرة أو للعبادة على حسب حالك. ثم إذا صليت العصر تفرغت لأذكار المساء كما ذكرنا في الصباح. ثم إذا صليت العشاء حرصت على أن تقوم الليل، إما أن تقوم أول الليل بعد صلاة العشاء إذا كنت لا تضمن أن تقوم آخر الليل، فتجتهد ولا تقول إني متعب. والله إن كثيرا من الخير يضيع بتسويف الإنسان، يأتي الإنسان إلى بيته ويستطيع أن يصلي قرابة ساعة، فإذا به إذا دخل يأتيه الشيطان من كل حدب وصوب أنه متعب وأنه مرهق، فسرعان ما ينام. يأتي الليلة التي بعدها مرهقا، قد يكون مرهقا أشد من الليلة التي مضت، فيأتيه الضيف ويأتيه الصاحب ويأتيه الزائر، فإذا به يهش ويبش له ويفرح بقدومه. ولا شك أن هذا خير، أن الإنسان يفرح بالضيف ويأنس به، فيجلس معه 3 ساعات إلى 4 ساعات، فيقول له أثقلنا عليك، يقول لا والله ما أثقلت عليه. لا إله إلا الله، المحروم من حرم، كيف لو أنست بملك الملوك، كيف لو أنست بربك يا محب. لو نظرت إلى نصف ساعة كم تقرأ فيها من كتاب الله لعلمت أنك والله مغبون في صفقتك وتجارتك. جرب كل يوم بعد صلاة العشاء، إذا كنت لا تستطيع أن تقوم آخر الليل مهما كان، أن تدخل ثم تبدأ وتقرأ ما تيسر لك من القرآن في حدود ساعة. والله إن أمور دينك ودنياك وآخرتك ستتغير، وتجد من كتاب الله وبركته ما لم يخطر لك على بال. إن ناشئة الليل هي أشد وطئا وأقوم قيلا. فمسألة التوفيق بين العبادة وبين طلب العلم، العلم يستعان به، يستعان بالله عز وجل عليه بالعبادة، ويوصل إليه وإلى الغايات الكريمة فيه بالعبادة، بفضل الله ثم بالعبادة. وطالب علم لا يقوم الليل أمره عجيب. جاء ضيف عند الإمام أحمد رحمه الله، فوضع له الإمام أحمد وضوءه، يظن أنه سيقوم الليل، فلما جاء في صلاة الفجر وجد الوضوء كما هو، نزلت عليه السكينة وغشيته الرحمة، وإذا به نائم. فأصبح الإمام أحمد يقول: طالب علم لا يقوم الليل، طالب علم لا يقوم الليل، يتعجب. وخرج الناس للحج، وكان معهم الإمام العابد التابعي الجليل طاووس بن كيسان، كان آية من آيات الله في العبادة. كان يرجع إلى بيته من المسجد في الظهر من طريقين، إذا رجع من أحد الطريقين لم ينم ليلته، وأما الطريق الآخر إذا رجع منه نام. فوجدوا في الطريق الذي إذا رجع منه لم ينم ليلته رجل يبيع الرؤوس المشوية، كان إذا مر به تذكر النار وتذكر الوجوه التي تصلى بالنار، فلم ينم ليلته من الخوف من الله جل جلاله. فقيام الليل لا بد لطالب العلم منه. فحج الناس، وهذا رواها أبو نعيم في الحلية هذه القصة، فوقف أسد في القديم، تعرفون في زمان التابعين، فجاء أسد فمنع الناس من الدفع من عرفات، وقفوا حتى انتصف الليل، فصرف الله الأسد فدفع الناس. فلما جاء طاووس إلى المشعر وقام يصلي، الناس من شدة التعب ناموا، فجلس يتعجب يقول: ما كنت أظن أن الناس ينامون في الليل إلا حينما رأيت هذه الليلة، لأنه قوام الليل رحمه الله. فلا بد لطالب العلم من قيام الليل. العبادة تعين على العلم، والعبادة عمل بالعلم، ولذلك تحرص كل الحرص على اتباع السنة والوارد، ثم تطلب العلم في العبادة وتطلب العلم. إذا جمعت بين هذين الأمرين فهذا خير، وهو يختلف من شخص إلى آخر. ولا نستطيع، مثلا بعض الناس يقوى حفظه وطلبه للعلم بعد صلاة الفجر، فنقول له: تفرغ بعد صلاة الفجر واجلس بعد صلاة الجماعة تراجع العلم إلى الإشراق، فتجمع بين طلب العلم وبين العبادة. وهكذا إذا كان بين الظهر والعصر أو كان بعد العصر، الناس يختلفون، فتفرغ للعلم وقته الذي يعينك بإذن الله فيه، وتحس أنك تحصل العلم فيه. وكذلك أيضا العبادة تحرص على التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم فيها. كذلك مما يعين على ذلك قراءة سيرة السلف الصالح من الصحابة والتابعين لهم بإحسان، فربما تهدى بإذن الله إلى طريق يتفق مع حالك وتهتدي بهم، فأولئك القوم هم سلف هذه الأمة، وجعلهم الله بفضل خيار هذه الأمة، فالاتساء بهم كذلك يعين. نسأل الله بعزته وجلاله أن يبارك في أقوالنا وأعمالنا وأوقاتنا، وأن يهدينا لما يرضيه عنا، وأن يهدينا إلى ما يرضيه عنا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.